سجلت الأزمة اللبنانية مع دول الخليج العربي. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية مصطفى العويك. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. لماذا اختارت جمعية الوفاق البحرينية بيروت لتنظيم مؤتمرها الصحفي المعارض؟ يعني بداية طبعا هو ليس المؤتمر الصحفي الأول وربما لن يكون الأخير، على اعتبار أن الجمعية تعتبر أن البيئة البيروتية اللبنانية بيئة مؤاتية وصديقة لها، على اعتبار أن حزب الله يمهد لها الطريق ويجعل هذه الساحة وكأنها يعني منصة صواريخ يمكن إطلاق ما يشاء من خلالها على الدول العربية التي يعتبرها معادية لمشروعه ولمشروع هذه الجمعية التي هي بطبيعة الحال تغرد وإياه على نفس الموجة إذا صح القول. وبالتالي اليوم المشكلة الأساسية هي أن الحزب يعمل على تغيير هوية لبنان التي ثبتها الدستور في اتفاق الطائف الذي جاء في تسوية بعد الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت على مدى 15 عاما، وجاء بنصه بأن لبنان هويته عربية وليست لا إيرانية ولا سوى ذلك. وبالتالي يعمل الحزب على تغيير الهوية اللبنانية في الوقت الذي لا يلقى، إذا أردنا القول، أي مواجهة فعلية أو أي إجراءات لمنع هذا التغيير أو هذا التبديل في الهوية من قبل القوى السياسية المختلفة، لأنه الحزب الأقوى، الحزب المسلح المسيطر على كل تفاصيل الحياة اللبنانية، هو الذي يأتي برئيس الجمهورية، هو الذي يأتي برئيس الحكومة، هو الذي يقرر شكل الحكومة وهوية الحكومة السياسية وإجراءاتها، وهو الذي يضع لها الشروط، وهو الذي يضغط على القضاء، وهو الذي يضغط على الأمن، وبالتالي هو الذي يمسك بكل تلابيب الحياة السياسية التفصيلية في لبنان. ولذلك يعني تعتبر يعني جمعية الوفاق البحرينية إن كان طابعها اليوم يعني تقرير صحفي أو حقوقي، هناك ما هو أخطر من ذلك بكثير، وهو ما يعمل عليه حزب الله من خلال تدريب الحوثيين في منطقة البقاع أو في منطقة الجنوب، ومن ثم إرسالهم إلى اليمن لقصف المملكة العربية السعودية، وهذا أخطر بكثير مما فعلته جمعية الوفاق البحرينية. سيد مصطفى، كيف يمكن قراءة توقيت عقد هذا المؤتمر الصحفي لجمعية الوفاق في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان؟ هل كان لبنان بحاجة إلى أزمة جديدة مع البحرين؟ طبعا التوقيت خاطئ بالنسبة للقوى المعارضة للحزب، ولكن ربما هو رد من الحزب على البيانات المشتركة التي صدرت عن الأمير محمد بن سلمان في زيارته الخليجية لدول قطر والإمارات وغيرها، والتي كان فحوى يعني فحوى اللقاءات فيما يخص لبنان هو حزب الله، والتشديد على تطبيق القرارات 1559، قرارات الأمم المتحدة 1559 و1701، والتي كلها تنص في مندرجاتها على ضرورة نزع سلاح الميليشيات وخاصة سلاح حزب الله، وعلى أن يبسط الجيش اللبناني سيادته وانتشاره على كامل الأراضي اللبنانية وخاصة في الجنوب حيث يتواجد الحزب. وبالتالي عندما رأى حزب الله أن الجو الخليجي والعربي كله بات في مكان آخر فيما يخصه، يبدو أنه أن يصعد وأن لديه إمكانية من خلال جمعية الوفاق أن يوجه رسالة من بيروت بأن كل هذه البيانات وكل هذه المواقف التصعيدية من قبلكم أنا أرد عليها بتوقيتي الخاص وبطريقتي الخاصة، وربما كمان هي أيضا تندرج بنوع من يعني من بعض من الأوراق التي بين يدي الحزب لتستخدمها إيران أيضا في ملفها النووي، لأننا ندرك جميعا المماطلة التي تعتمدها في ملف التفاوض، فربما أيضا هذه ورقة جديدة تمثل ما جرى يعني بالأمس، يمثل ورقة جديدة بيد حزب الله
حتى يخدم أكثر فأكثر السياسة الإيرانية في المنطقة، ويوجه رسائل جديدة للدول الخليجية والعربية على وجه الخصوص. يرى البعض أن ملامح انفراج الأزمة الأخيرة ستتضح في القمة الخليجية المقبلة، هل سيتم برأيك احتواء الأزمة الجديدة من قبل المسؤولين أم أن الأزمة تتجه نحو الأسوأ؟ يعني أنا أعتقد أن الأزمة اللبنانية هي أزمة عميقة جدا، ولا يمكن لا أن تحل لا بقمة خليجية ولا حتى بزيارات بينية بين دول الخليج أو الدول العربية، وإنما هي تحتاج إلى تسوية دولية إقليمية كبيرة شبيهة بالتسوية التي شهدناها في اتفاق الطائف، والتي على أساسها دخل لبنان مرحلة الاستقرار. اليوم هناك مشكلة لا يمكن أن نختبئ خلف إصبعنا ونقول أن ليس هناك مشكلة أساسية وكبيرة في لبنان متمثلة بحزب الله الذي يخطف القرار اللبناني ويخطف الهوية اللبنانية ويحاول أن يفرض سيطرته بالكامل، وهو ما قاله بالأمس أصلاً نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بقوله أن لبنان هو بلد الانتصارات، بلد الممانعة، والذي لا يمكنه والذي لا يرضى بذلك او لا يقبل بذلك فليترك لبنان. يعني هو يدعو اصلا اللبنانيين الى ان يتركوا بلادهم اذا كانوا لا يوافقون رؤيته لطبيعه البلد ودور البلد ووظيفه هذا البلد، وبالتالي لا يمكن ان تحل الازمه اللبنانيه في موضوع القمه الخليجيه القادمه. ربما يعمل على ترتيب هذه الأزمة، تريح سياسي نوعا ما للأزمة الداخلية، ولكن كحل فعلي وجذري الوضع يحتاج إلى تسوية دولية إقليمية تشارك فيها كل القوى الفاعلة على مستوى العالم، وهي لأنه أصلا الملف اللبناني كما يعلم الجميع هو جزء من المشهد العام في المنطقة ومرتبط شئنا أما بين بموضوع إيران وموضوع المملكة العربية السعودية والأفريقاء الباقين. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية مصطفى العويك، حدثتنا عبر الهاتف من بيروت.